انا بس هبتدي بدايه كده اقول لحضراتكم انا ليه اخترت الموضوع ده، يعني ايه السبب اللي خلاني اهتميت بقصه العلاقه بين الاقباط والسريه. انا عشت في المهجر فتره، وبعدين فوجئت ان الاقباط ما يعرفوش ان الكنيسه السريانيه كنيسه شقيقه في الايمان، بينما الثقافه دي موجوده كويس قوي عند السريان. يعني السريان لما يكون في كنيسة قبطية أرثوذكسية قريبة ليهم بيروحوا في الكنيسة ويصلوا ويمارسوا الطقوس عادي جدا، وممكن يرتبطوا ويتجوزوا بالأقباط لأن هم مدركين فعلا العلاقة دي. بينما في نوع هنا فعلا من عدم المعرفة الكافية عند جموع الأقباط بإيه هي الكنائس الشقيقة المتحدة معنا في الإيمان، وايه اللي هي بنسميها عائلات الكنائس المختلفه. وفي رايي ده مهم ان الاقباط يكون عندهم درايه بعلاقات بين الكنائس المختلفه عشان يقدروا يفهموا ويتعاملوا مع هذا الوضع. يعني في الاول فكرت كناحيه اكاديميه ان انا ادي فتره زمنيه محدده، لان احنا دايما وانا اكتر حد الحقيقه لحد ما بيدي موضوع مفتوح كده بقوله ما ينفعش ندي موضوع مفتوح، لازم نحدد فتره زمنيه محدده. وبعدين رجعت فضلت ان احنا ادي بانوراما عامه عن العلاقات بين الاقباط والسريان، وممكن بعد كده نخصص مرات تانية لفترات زمنيه محدده، بس فضلت ان احنا نبتدي بفكره عامه وبانوراما عامه عشان بس تفتح نفس الناس كده ان هما يقروا اكتر ويستوعبوا اكتر ايه هي طبيعه العلاقه بين الكنيسه القبطيه والكنيسه السريانيه من قديم الزمان. طبعا كتير من حضراتكم لما بيحضروا القداس بيتنبهوا ان في القداس بيذكر اسم البطريرك الانطاكي مع البطريرك القبطي، فاحنا من قداسة ماري غناتيوس إفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، وإن يذكر اسمه مع اسم بطرك الكنيسة القبطية. مش عارفة لو كتير لاحظوها أو حد تساءل مين اللي بيذكر اسمه ده وليه ولا لأ. نفسي يبقى في انتر اكشن كده، ويعني نتكلم مع بعض ما بقاش بتكلم لوحدي. يعني مرة تاني مهم ان احنا ندرس تاريخ الكنائس الشرقية. وعايزه اقول حاجه، احنا في معهد الدراسات القبطيه انا بيشرفني اني اكون رئيس قسم التراث الشرقي المسيحي، وفي القسم بندرس تاريخ الكنائس الشرقيه وبندرس اللغه القرشوني. بندرس القرشوني في القسم لان جزء مهم جدا جدا من تراث الاقباط موجود باللغه القرشونيه والسريانيه. القرشوني اللي هو ايه؟ القرشوني هو السرياني العربي مكتوب بحروف سرياني، فالطلبة الموضوع ما بيبقاش صعب عليهم، بمجرد ما بيعرفوا الحروف السريانية بيقدروا يقروا لان كأنهم بيقروا عربي. اوكي، والعربي مكتوب بحروف سريانية، فيكفي ان معرفة الحروف السريانية عشان يقدروا يقروا. بندرس لهم القرشوني لان زي ما بقول جزء مهم جدا من تراث الاقباط موجود عند السريان. تراث الاقباط اللي كان مكتوب بالقبطي للأسف جزء كبير منه فقد، فاضل عندنا حاجات اللي هي تم ترجمتها للعربي، وحاجات فضلت محتفظة بيها الكنيسة الحبشية باللغة الجعزية والأمهرية، وجزء مهم جدا فضل محتفظ به التراث السرياني. تراث السريان بيحوي جزء مهم جدا من تراث الأقباط، عشان كده بنصمم ان احنا الطلبة عندنا يدرسوا فعلا ايه الحاجات اللي موجودة عند السريان تخص تاريخ وتراث الأقباط ويبتدوا يشتغلوا عليها. لو نرجع للعنوان حضراتكم هتلاقوا ان انا ركزت بس في ايه اللي قالوا الأقباط عن السريان من خلال مصدر واحد بس، طبعا عشان الوقت هو اللي هنركز عليه النهاردة، هو تاريخ بطاركة كنيسة الإسكندرية. هدي مقدمة مطولة شوية عن تاريخ البطاركة، لأن أنا عارفة أن كتير من اللي بيجوا يحضروا بيتكلموا عن تاريخ البطاركة. أنا عارفة أن دكتور ملاك المرة اللي فاتت ذكر برضو تاريخ البطاركة، فأنا هدي مقدمة مطولة عنه شوية عشان هو اسم أو مصدر مهم جدا
بيرد كتير قوي قوي في اي حاجه تخص تاريخ الاقباط. فهكلم حضرتكم عنه باستفاضه، وبعدين لو حد دي اي اسئله هنتكلم عنه اكتر لو عايز. تاريخ البطارقه اللي هو سير البيعه المقدسه، معروف باسم بين الباحثين باسم تاريخ بطارقه الاسكندريه او تاريخ البطارقه. تاريخ البطارقه بيعتبره كتير من الباحثين هو التاريخ الرسمي للكنيسه القبطيه. هو زي ما اسمه بيقول، هو سير للاباء البطارقه، سير لاباء بطارقه كنيسه الاسكندريه. بس الحقيقه السير دي ما هي الا اطار كرونولوجي او اطار تاريخي الكتاب بتاع السير بيرسموا من خلاله الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، كل حاجه بتخص تاريخ مصر موجوده جوه تاريخ البطارقه تحت سيره البطرق. ليه؟ احنا لو ببساطه شديده لحد النهارده مثلا حبينا نقرخ لسيره البابا شنوده او البابا كيرلس السادس، فوق الامر انا مش هقدر اقرخ لسيره زي سيره البابا شنوده الثالث من غير ما ادرس كل تاريخ مصر، من غير ما تحوي السيره نفسها كل الاحداث التاريخيه اللي مرت بيها البلاد. نفس الوضع في تاريخ البطارقه، اللي بيؤرخ بيؤرخ لتاريخ البطرق، لكن فوق الامر هو بيؤرخ لتاريخ مصر كله بكل النواحي بتاعته. بيؤرخ كمان لحاجه مهمه قوي، علاقه الكنيسه القبطيه بالكنيسه الحبشيه والسريانيه والملكانيه وغيرها، وده الجزء اللي هيهمنا في النهارده اللي هو علاقه الكنيسه القبطيه بالسريانيه. بيتكلم كمان عن علاقه المؤسسه الكنسيه بالمؤسسه الحاكمه، واهم حاجه فيه الحقيقه ان هو مخطوط بيروي حياه الاقباط ومكتوب بايدين قبطيه، وده حاجه مهمه جدا. لحد وقت قريب ناس كتير ما كانتش مدركه اهميه تاريخ البطارقه، كتير كانوا من خلال اسمه وعنوانه فاكرين ان هو بيحكي سيره البطرق، اللي هو البطرق ده اتولد سنه كده، انتقل سنه كده، قعد على الكرسي كام سنه، اما كان قاعد على الكرسي مش عارف عمل معجزه ايه. اما ابتدت الناس تتنبه لاهميه تاريخ البطارقه لتاريخ مصر كله، ابتدوا يشوفوا قد ايه ده مهم، لان هو بينقل الاحداث من وجهه نظر قبطيه. احنا لحد قبل ما الناس تبتدي تتعرف على تاريخ البطارقه كانت كل كتب التاريخ عندنا بتنقل التاريخ من وجهه نظر واحده اللي مكتوب بيها التاريخ، بينما ده الاقباط اللي كتبوه برؤية قبطية وبوجهة نظر قبطية، وبالتالي ابتدى يغير كتير قوي في نظرة الأحداث اللي كانت بتحصل واللي كانت بتتبصلها من رؤية واحدة بس أو من منظور واحد بس. تاريخ البطارقة، وأنا جايبة لكم جايبة قطع كتير قوي منه هنقراها سوا النهاردة، مكتوب بحاجة بنسميها اللغة العربية المتوسطة أو الوسيطة اللي هي الميدل أرابيك. الميدل أرابيك الحقيقة معظم تراث المسيحي المكتوب باللغة العربية مكتوب باللغة دي بالميدل أرابيك. هي لغة كده نقدر نقول عليها مزيج بين الفصحى والعامية أو مستوى راقي من العامية، يعني تعريف أبسط تعريف ليها هي مزيج بين الفصحى والعامية، زي مثلا في يعني بنلاقي لحد النهاردة في المحاضرات أو في المحافل الأكاديمية الناس ما بتتكلمش لغه عربيه فصحى 100% ولا عاميه 100%، بيبقى في مزيج شويه. هي دي اللغه اكتشوالي اللي مستخدمه في كل التراث المسيحي المكتوب باللغه العربيه. اللغه دي ليها قواعد وليها اسس، وفي مؤسسات كامله بتدرسها وبتشتغل عليها دلوقتي. مين كاتب تاريخ البطارقه؟ المتعارف عليه في كل حته ان هو مين كتب تاريخ البطارقه؟ ساويرس ابن المقفع هو اللي كتب تاريخ البطارقة. بس الحقيقة وابو المكارم برضو كتب، لا ابو المكارم كتب حاجة تانية. ساويرس ابن المقفع متعارف عليه ان هو اللي كتب تاريخ البطارقة، بس الدراسات الحديثة اثبتت ان الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لان كل جزء من تاريخ البطارقة، كل مجموعة سير من سير البطارقة اللي كتبها بيعرف نفسه، بيقول انا فلان الفلاني اللي كتبت السير دي، وهوري حضراتكم نموذج من ده. فبنلاقي مثلا الباحثين لما قسموها لثلاث اجزاء كبيره، الجزء الاولاني كان غالبيته مكتوب باللغه القبطيه وللاسف فقد معظمه، ما فضلناش منه غير الترجمه العربي. اوكي، ابتدى من السيرة الأولى، سيرة البطرك الأولاني، لحد سيرة البطرك رقم 65،
وبعد كده جه الجزء الثاني من 66 ل 74، والجزء الثالث وهو كان باستثناء سيرة البابا كيرلس الملكلك، كان بقية الأجزاء عبارة عن باراجرافات ومقتطفات قصيرة من السير. كل حد بيعرف، كل كاتب سير بيعرف عن نفسه في مجموعة السير اللي كتبها. وطبعا يعني أنا مش هصدعكم بمين كتب إيه، بس مهم إن إحنا نبقى عارفين إن في الآخر تاريخ البطاركة ما كتبوش كاتب واحد. تاريخ البطاركة كتبوا مجموعة كتاب كتيرة على مدار فترات زمنية كتيرة، وجي حد في القرن الحداشر ابتدى يجمع كل اللي اتكتب قبله اللي كان كله مكتوب باللغة القبطية، وياخده ويكون مجموعة فريق عمل ويشتغلوا ان هم يترجموا من القبطي للغة العربية كل الحاجات اللي جمعوها، وابتدوا يكتبوا بعد كده مباشرة باللغة العربية السير اللي جت بعد كده. وبالتالي عندنا لحد سيرة البطرك ال65 كل السير كانت مكتوبة باللغة القبطية، وده مهم عشان هنرجع له. واللي فضل لنا منه هو الترجمة العربية لهذه السير، ما فضلناش حاجة من النسخة القبطية. من الجزء الثاني اتكتبت السير مباشرة باللغة العربية من سيرة البابا البطرك ال66 لحد بعد كده. زي ما قلنا فضل الاعتقاد ان ساويرس المقفع هو كاتب تاريخ البطاركة، لحد ما جه باحث هولندي في سنة 1989 نشر رسالة الدكتوراه بتاعته اللي كان عاملها عن تاريخ البطاركة، وقال فيها ان تاريخ البطاركة ما كتبوش كاتب واحد، لكن كتبوا مجموعة كتاب على مدار فترات زمنية متباعدة. وجه في القرن ال11 شماس اسكندراني اسمه موهوب بن منصور بن مفرج، ابتدى يجمع كل السير دي اللي اتكتبت قبله، وابتدى يترجمها من القبطية للعربية، وابتدى يكتب بعد كده السير مباشرة باللغة العربية. الحقيقة أنا برضو عايزة أقول حاجة من قوسين، أنا كنجلاء ما استبعدش إن ساويرس بن المقفع يكون عمل سير للبطاركة، يكون كتب سير للبطاركة، بس الشيء المؤكد إن هو مش تاريخ البطاركة اللي بين إيدينا. ممكن تكون في تاريخ بطاركة تاني عمله ساويرس بن المقفع، بس مش اللي بين إيدينا اللي متعارف اللي متداول اللي بندرسه، يا إما فقد يا إما لسه ما لقيناش المخطوطات بتاعته، لأن زي ما قلت كل السير اللي بين إيدينا في كل المخطوطات اللي اشتغلنا عليها معروف مين كاتب كل سيرة أو كل مجموعة سير. أوكي؟ فكرة إن يظهر في يوم من الأيام تاريخ بطاركة كاتبه فعلا ساويرس بن المقفع، نتمنى نشوف حاجة زي كده، يا ريت حد يوصل لحاجة كده. هقرا مثلا على سبيل المثال لحضراتكم في ختام سيرة الأنبا سانوتيوس البطرك ال65 ايه اللي كاتبه موهوب بن منصور، واضح وصريح بيحكي ايه اللي حصل. انا طبعا اختصرت جزء كبير من السير عشان طويلة قوي. بيقول: قال موهوب بن منصور بن مفرج الاسكندراني الشماس انه لما كان من تقدم من السلف الاخيار رزقنا الله بركتهم قد اهتم وكتب سيرة البيعة ورتبها وشرح امور البطاركة على كرسي البشير ماري ماركوس، اشتهيت انا الخاطي البائس أن أجمع سيرهم وأكتبهم ليكون ذلك ربحا لي ولمن يقرأها بعدي، فاستعنت بالله تعالى ذكره وصرت إلى دير القديس أبو مقار بوادي حبيب المقدس، فوجدت الشماس أبا حبيب ميخائيل بن بدير الدمنهوري، وذلك في برمهات سنة 804 للشهداء الموافقة لسنة 476 الخراجية، وتحدثت مع الشماس أبو حبيب الدمنهوري المقدم ذكره فيما عولت عليه من جمع سير البطاركة، فاتفق رأينا على البحث عنها وطلبها حيثما كانت، فلما كملت لي هذه السير ونسختها بخطي وصارت عندي بالإسكندرية، وجب الآن أن أبتدي وأشرح ما يتلو ذلك، وهي سيرة الأب القديس الأنبا خريستوزولوس البطرك ومن جلس بعده، وجعلتها بمقتضى سياقة عدد السنين التي قبلها. فهنا عندنا موجود بيقول واضح وصريح إن هو، وده موجود في كل المخطوطات، يعني احنا اشتغلنا على ما لا يقل عن 55 مخطوط لتاريخ البطاركة، في كل المخطوطات بتاع تاريخ البطاركة موجود نفس النص، النص اللي بيقول ان موهوب هو اللي جمع السير وابتدى يترجمها مع مجموعة تانية من القبطي للعربي، وابتدى يكتب بعد كده سيرة الأنبا خريستوزولوس. في مشروع شغال حاليا ان شاء الله قريب قوي يصدر النسخه الاوليه لتاريخ البطاركه، اللي هو الانترناشونال كوبتيك ارابيك هيستوريوجرافي بروجكت،
المشروع ده بجامعة لوفان، بتشرف ان انا اكون عضو مؤسس فيه. المشروع الهدف منه نشر النسخة الاولية من تاريخ البتاركة، دراسة حياة النص ونشر وتحقيق وترجمة للنسخة الاولية من تاريخ البتاركة، وان شاء الله قريب جدا هيبتدي يصدر مجموعة من السير مهمة جدا. وقردي المشروع خرج مننا يعني عدد ابحاث كتير قوي بيتكلم عن تاريخ البتاركة. نيجي بقى للجزء اللي يخصنا، دي كانت مقدمة مهمة لتاريخ البتاركة عشان هنرجع لها كتير. انا جايبة لكم طول ما احنا شغالين هنقرأ، جايبة باراجرافات كتير نقلها من تاريخ البتاركة. اللي مكتوب ده مش غلط، يعني انا مش كاتبة عربي غلط، انا كاتبة زي ما مكتوب في المخطوطات، اوكي؟ فاللغة العربية اللي موجودة هي دي اللغة اللي موجودة في تاريخ البتاركة فعليا. حقيقة تاريخ البتاركة لما بيتكلم عن السريان من اول لحظة ابتدى تاريخ البتاركة يذكر السريان فيهم بيقول اخواتنا السريان، وهنشوف ده واحنا شغالين. طول الوقت بيتكلم عن السريان ويقول اخواتنا السريان بشكل واضح وصريح، ويمكن السريان الوحيدين اللي طول تاريخ البتاركة لما بيذكرهم بيذكر قبلهم كلمة اخواتنا، اخواتنا السريان. حبيت ابتدي في العلاقه بين الاقباط والسريان بقصه كتير قوي قوي من الاقباط عارفينها، كانت دايما بتتحكي لنا في مدارس الاحد وكتير قوي من الكهنه بيقولوها في العظات. القصه كان الهدف منها بيركز على فكره ان المعموديه واحده والمعموديه لا تعين. هقول بدايه القصه كده واللي عارفها يرفع ايده، اتفقنا؟ القصة بتحكي، فاكرين قصة الست اللي هي كانت بتعمد الولدين والبحر هاج، كانت عايزة تعمل عيادها والبحر هاج فخافت عليهم، راحت جرحت سديها بسكين وراحت رشمتهم وراحت غطستهم في المية. وما جت بعد كده للبابا بطرس، كان بطرك ال17، حاول يعمدهم، كانت المية بتتجمد. فاكرين القصة دي؟ مين عارفها؟ كل الأقباط عارفين القصة، بس كم حد من الأقباط عارف القصة؟ عارف ان المرأة دي امرأة من أنطاكيا؟ مين عارف ان المرأة من أنطاكيا؟ طب كويس. مين عارف ان المرأة لما رجعت أنطاكيا استشهدت هي وولادها؟ طب دي بقى نقطة انا نفسي واحنا بنقرأ التاريخ كده نركز عليها. احنا ساعات لما بناخد الحدث التاريخي بنهتم بجزئية واحدة فيه، يعني دايما القصة دي لما بتتقال في الكنيسة القبطية بتتقال بهدف ان احنا نقول ان المعمودية لا تكرر وان الله قبل من المرأة دي معموديتها لولادها، بس ما تنبهناش لجزئية تانية مهمة لانها ما بتتقالش تخص علاقة الأقباط بالسريان في الجزئية دي. اولا المرأة دي من أنطاكيا وقصتها حلوة قوي، لأن المرأة دي الأنطاكيا كانت في الوقت ده بتمر باضطهاد جامد جدا، المسيحيين في أنطاكيا بيمروا باضطهاد جامد جدا، وجوز الست دي كان مسيحي وبعدين جحد عشان خاطر يحتفظ بمركزه، كان أحد الأمراء فعشان يحتفظ بمركزه جحد المسيح. والست لما طلبت منه إن هي تعمد الطفلين خاف إن هو يعمدهم يوصل الخبر للملك فيغضب عليه، فرفض ان هو يعمده. فالست عايزه تعمد ولادها وخايفه عليهم، فما كان عليها الا انها خدتهم، والقصه المعروفه ركبت سفينه ونزلت بيها لمصر. طبعا هنا سؤال مهم، ايه اللي خلى المراه الانطاقيه اول ما تفكر تنزل مصر عشان تعمد ولادها؟ ممكن يكون العامل الجغرافي. ما هو ممكن يكون العامل الجغرافي عامل ان هي خدت البحر واسمها، لكن مؤكد ان المراه دي بايمانها كانت مدركه كويس جدا ان اقرب كنيسه ليها في الايمان وفي المعموديه عشان تطمن على سلامه معموديه ولادها هي كنيسه الاسكندريه. هي كنيسه الاسكندريه، فهي خدت ولادها ونزلت على اسكندريه، ولما رجعت كلنا عارفين القصة. والحقيقة رد البابا بطرس اللي موجود مكتوب في تاريخ البتاركة رد جميل قوي، بيقول لها يشتد قلبك يا ابنتي لا تخافي فإن الرب معك، وفي الوقت الذي جرحت فيه ثديك وأخرجت منه الدم وسلطت على وجوه ولديك بأمانة الله الكلمة المتجسد الذي طعن جنبه على الصليب بالحربة وخرج منه الماء والدم، هذا الذي صلب على ولديك بيده الإلهي. وصلى لها بعد كده
وقال الجملة الشهيرة اللي هي بتحوي فعلا إيمان الكنيسة: لا يقدر أحد أن يعتمد دفعتين لأنها معمودية واحدة. وبالتالي المرأة دي لما رجعت بعد كده بولديها، جوزها عرف اللي هي عملته فراح بلغ عنها الملك، فالملك جابها وحاول ان هو يخليها ترجع عن ايمانها، رفضت فشدوها من سديايها وحطوا ولديها عليها وحرقوهم هما الثلاثة بالنار. ده جزء مهم من القصة اللقباط ما عرفوهوش. احنا عندنا قصة امرأة استشهدت من اجل الحفاظ على ايمان ولديها موجودة كاملة في تاريخ البطارك. احنا بناخد حتة منها ومش عارفين بقية الموضوع مع انه مهم جدا. انا حبيت ابتدي بالموضوع ده لسبب بسيط، ان زي ما بقول القصة دي كلنا عارفينها من احنا صغيرين قوي وبتتقال كتير قوي، بس في تفاصيل فيها مش كتير يعرفوها وما بتتقالش. عشان كده مهم لما ناخد الحدث التاريخي بنركز على حتة ونسيب بقية التفاصيل اللي موجودة فيه. اتميزت العلاقة الحقيقة بين الكنيسة الإسكندرية وكنيسة أنطاكيا بحاجتين مهمين قوي، أتمنى أن الوقت يسمح نقولهم بسرعة. أول حاجة كانت رسائل السينوديقة، وتاني حاجة كانت البطارقة السريان اللي اعتلوا السدة المرقوسية. ايه هي رسائل السينوديقة؟ رسائل السينوديقة هي الرسائل المجمعية اللي كانت بتتبادل بين بابوات كرسي اسكندرية وبطارقة السريان الارثوذكس بأنطاكيا. كلمة سينوديقة هي كلمة مش عربي، هي كلمة من اصل يوناني، اتكتبت بعد كده بحروف عربي، هعمل لها عملية ترانسليتريشن بالعربي يعني حسب النطق اليوناني بتاعها. وبالتالي هي كان في عادة ان لما حد يقعد على كرسي البطريركية من البطاركة سواء الاباط او السريان يبعت للتاني رسالة، ما بيبعتلوش رسالة الحاكم محتواها مهم جدا. الرسائل دي بتحوي الايمان الارثوذكسي كله. ليه بقى؟ لان هو في الرسائل دي ما كانش بيبعت يقول له انا بقيت البطرك زيه، لكن كان بيبعت يقول ايه ايمان كنيستنا اللي انا كبطرك لكنيسة الاسكندرية او لكنيسة انطاكيا هتبعه لحد اخر لحظة انا قاعد فيها على الكرسي. وبالتالي كانت الرسائل دي هي مصدر مهم جدا لمعرفة ايمان الكنيسة الارثوذكسي من اول ما ابتدوا يكتبوا الرسائل دي لبعض. الرسائل دي كانت بتبقى رسائل اللي بيبعتها البطرك اللي بيقعد على الكرسي والرد اللي بيجيله من البطرك الاخر سواء القبطي او الانطاكي، وبالتالي الرد برضو كان بيحوي نفس الايمان ونفس الفكر الارثوذكسي السليم. وهنشوف في حاله ان ازاي لما البطرك شك في الرد اللي جاله ابتدى يحصل مشكله بين كرسي انطاكيا وكرسي الاسكندريه. بيذكر مثلا كتاب تاريخ البطاركة في سيرة البابا خريستوزولوس البطرك 66 ان انبا ميخائيل اسقف تنيس كان كاتب السينوديقة، وبيحكي باستفاضة ازاي الانبا ميخائيل ككاتب للسينوديقة راح يوصل الرسالة لبطرك انطاكيا في الوقت ده، وبيحكي كل التفاصيل اللي حصلت، مين الوفد اللي كان معاه ومين اللي كان مرافق ليه وايه الصعوبات اللي لقوها في الطريق ولما وصلوا ازاي تم استقبالهم. عندنا وصف مفصل للرسائل بالوفد اللي كان بيطلع بيها وايه رد الفعل وكل التفاصيل بتاعه. الرسائل دي اتحفظت في كتاب واحد مخطوط في القرن ال11 تقريبا، اتعرف باسم اعتراف الاباء. في كل الرسائل المتبادلة بين بطاركة الأباط والسريان لحد فترة البابا خريستوزولوس البطرك 66. الحقيقة في فترات كانت طبعا بيبقى فيها قلق وحروب سواء في مصر أو في بلاد الشام، وبالتالي كان بيصعب إن توصل رسائل السينوديقة للبطرك الثاني، فكان أحيانا بيكتفي البطرك بزيارة البطرك الآخر، وعندنا مثال ده حصل في حجرية البابا يعقوب. هنلاقي كده في تاريخ البطاركة مرة تاني اللغة العربية اللي مكتوبة زي ما مكتوبة في المخطوطات، فأنا مش مصلحة فيها حاجة، هي مكتوبة كده.
بيقول: ونعود الآن إلى خبر أنبا يعقوب مع ديونوسيوس باتريارك أنطاكيا، وأنه لم يمكنه أن ينفي السنوديقة لأجل الحروب بمصر والشرق. وكذلك الأب البطرك ديونوسيوس كان يسمع بأفعال الأب البطرك أنبا يعقوب، وكان يشتهي أن يسلم عليه وهو في الجسد. فلما أنفق له هذا الأمير وهو متوجه إلى مصر، سار صحبته إليها حتى وصل إلى مصر. فلما نظره أبونا أنبا يعقوب فرح فرحا عظيما روحانيا، وتلقاه أحسن تلقي، وتهللت جميع كورة مصر بمشاهدتها بعضا لبعض. وكانوا الكهنة المصريون يقرأوا قدامهما من قول داود: الرحمة والعدل التقيا، والصدق والسلام أقبلا إلينا. ثم أقام الأب ديونوسيوس البطرك بأنطاكيا عند الأب أنبا يعقوب أياما كثيرة ليشبع كل واحد منهما من قدس الآخر. ها احنا عندنا هنا صورة رائعة لتعامل بطرك أنطاكيا مع بطرك الإسكندرية. ومش بس كده، لما نيجي نقرأ كده النصوص، احنا بنتعامل مع نصوص تاريخية، فبنقرأ النص وبنحلله. نيجي نتعامل مع النص هنشوف ازاي الشعب نفسه كان على دراية بهذه المحبة، وازاي الشعب كان متهلل لقدوم البطريرك. ودي حاجة مهمة قوي، مهم ان الشعب يبقى مدرك. يعني الموضوع ما كانش بين اتنين بطاركة بس، العلاقة بين الكنيستين ما كانوش علاقتين بين اتنين بطاركة، لكن كانت علاقة بيسندها الشعب، والشعب واقف بيهلل وبيفرح من اجل وجود البطرك الاخر عندهم. زي ما قلنا، رسائل السنوديقة رسائل بتحوي كل مفهوم الإيمان وفقا لفهم الإيمان الأرثوذكسي من خلال الرسائل اللي كتبها بطرق كرسي الإسكندرية وكرسي أنطاكيا. ده فيما يخص رسائل السنوديقة. الظاهرة الثانية المهمة قوي اللي بتجمع بين كنيسة الإسكندرية وكنيسة أنطاكيا هي وجود بطرقة سوريان على السدة المرقوسية. مين يعرف مين بطرك؟ كم بطرك سرياني قعده على كرسي ماري موروس؟ لا، ساويروس ما كانش على كرسي الإسكندرية. أنبا برام بن زرع، طبعا أنبا برام بن زرع هو الأشهر، يعني هو الأشهر والأحب إلى قلوب الأقباط. يعني الأقباط اللي أنبا برام بن زرع ليه معزة خاصة عندهم. بس الحقيقة هو كان فيه أكتر من بطرك سرياني. أول بطريرك قعد على كرسي، جلس على كرسي ماري مرقس، هو البابا دميانوس الأول. البابا دميانوس الأول البطرك 35. الحقيقة تاريخ البطاركة ما بيذكرش عن البابا دميانوس أصله السرياني. ما عندناش أي حاجة في المصادر القبطية بتتكلم عن الأصل السرياني للبابا دميانوس. إحنا بنعرف إن أصله سرياني من خلال المصادر السريانية فقط. مصادر القبطية ما ذكرتش حاجة عن أصله السرياني، لكن في سيرة البابا دميانوس كاتب تاريخ البطاركة بيقول إنه كان راهب من صبا في برية وادي هبيب، ورباه قديسين في دير أبو يحنس. ما ذكرش حاجة عن أصله السرياني، وهنشوف يعني هنتناقش سوا ليه. الحقيقة في فترة حبريته مع كنيسة أنطاكيا ساءت العلاقة جدا بين الكنيستين. بصوا تاريخ البطاركة كاتب ايه، ده اللي لسه كنت بقوله لكم، ان قد ايه رسائل السنوديقة دي كانت مهمة، لان كل بطرك من الاثنين بيؤكد على ايمانه الارثوذكسي، والتاني بيقرا هذا الايمان ويرد عليه بنفس الايمان، يقول له انا متفق معاك في هذا وهذاك في الايمان. فتاريخ البطاركة بيقول ايه السبب اللي خلى العلاقة سائد بين البابا دميانوس وبين كرسي أنطاكيا. بيقول: من أجل الاتحاد الذي بين الكرسيين كتب بطرس رسالة سينوديقة إلى الأب دميانوس. بطرس اللي هو كان بطريرك أنطاكيا، إلى الأب دميانوس البطرك كما جرت العادة. كما جرت العادة يعني خلاص دي كانت حاجة معروفة ومتداولة، من البطرك أول ما بيقعد على الكرسي أو أول ما بيقعد حتى على الكرسي بيكتب له التاني رسالة. فلما وصلت السينوديقة إليه اللي هو إلى مين؟ البابا دميانوس، فرح بها وجمع الأساقفة. وفيما هو يميز كلامه المنصوص فيها، ابتدى بقى يقرأ الكلام اللي هو الأمانة الأرثوذكسية اللي كتبها البابا بطرس بطرك أنطاكيا، وجد فيه عثرة في الاعتراف بالثالوث المقدس،
وطلب بحكمته ودعته أن يجذب إليه بطرس المذكور برفق حتى لا تنقسم البيعة ولا يفترق الاتحاد الذي بين الكرسيين. وهو بيقرأ الأمانة لقى أن في مشكلة في الفهم بتاع الثالوث، فابتدى يكتب للبابا بطرس، وكان كل هدفه أن يفضل لا تنقسم البيعة ولا يفترق الاتحاد بين الكنيستين. الحقيقة يعني العلاقة سائت للبابا بطرس، اعتبر يعني ده نوع من التدخل في شؤون كرسي أنطاكيا، وابتدى يحصل مشاكل بينهم، وحصلت قطيعة تقريبا استمرت لمدة 20 سنة. بس الحقيقة الموقف هنا بعيد عن ان البابا دميانوس نفسه من اصل سرياني، زي ما بتذكر المصادر السريانية بنلاقي قد ايه كانوا الاباء مدققين في الرسائل اللي بتجيلهم بتكتب اعتراف الامانة. تاني بطرك سرياني جلس على السدة المرقسية هو البابا سيمون الاول، البطرك 42. البابا سيمون كان سرياني من اهل المشرق، جيبي أبوه إسكندرية وهو صبي، ونزلوا للكنيسة إكراما ومحبة للقديس سابيروس الأنطاقي اللي كان جسده موجود في دير الزجاج. اترهب الشاب سيمون والتلمذ على إيد رئيس الدير، وبعد كده اترشح لمنصب البطريرك في الكنيسة القبطية وخدمها حوالي 8 سنين. تاريخ البطاركة بيقول عنه إيه؟ بيقول عنه انه كان رجلا قديس خائف من الله، فاضل، عالم اكثر من جماعه في جيلي اسمه سيمون من اهل المشرق. فهنا تاريخ البطاركه بيقول واضح وصريح ان هو كان من اصل سرياني. جابوا ابواه الى الاسكندريه منذ صباي ودفعوه قربانا للبيعه مثل صموئيل لاجل جسد القديس ماري ساويرس، لانه في تابوت في ذلك الدير، وكانوا السريان يجيبوا له قرابين ونزور. السريان كانوا بيجوا دير الزجاج اللي موجود فيه جسد انبا ساويرس الانطاكي ويقدموا النذور بتاعتهم فيه. البابا سيمون الاول بيؤكد كاتب السيره على اصله السرياني. ايه الحقيقه ايه اللي خلاه ياكد على اصله السرياني ويقول ده واضح وصريح ان هو كان من اهل المشرق؟ ان فكره انتخابه بطريرك حصلت بشكل غريب وبشكل معجزي. القصه باختصار ان بعد نياحه الانبا اسحاق اللي هو كان البطرك اللي كان قبله، ابتدوا الكهنه يختلفوا على مين يجي بعده، وجي ارخن اسمه تدرس رشح وحد اسمه يوحنا كان رئيس دير الزجاج وقتها، وبعت برساله رسميه للوالي امير مصر في الوقت ده كان عبد العزيز ابن مروان. فالوالي استدعى البطريرك واستدعى الكهنة واستدعى الأرخن اللي رشحه، وابتدى يسألهم كلهم هل انتم موافقين على انتخاب هذا البطرك اللي هو يوحنا؟ فكلهم قالوا موافقين، كانوا متفقين ان يوحنا هو الاسم اللي اتقدم للملك وهو اللي هيبقى بطرك. وبعد ما كلهم قالوا موافقين طلع اسقف وقال لا، انا شايف ان سيمون هو الاصلح للبطريركية. سيمون كان التلميذ بتاع الانبا يوحنا، الانبا يوحنا كان ابوه الروحي. ففرح الوالي استغرب، قال له انتم مش كنتم متفقين؟ قال له بس انا شايف ان سيمون هو الاصلح للبطريركية. فراح استدعى سيمون قال له انت موافق على ان يوحنا يبقى هو البطرك؟ قال له يوحنا هو ابي الروحي وانا موافق طبعا انه يبقى البطرك. فاستغرب الملك من وداعه وتواضع سيمون، وبعدين لقى ان كل اللي موجودين بيقولوا خلاص احنا عايزين سيمون، بعد ما كانوا رايحين متفقين ان هو هيبقى الانبا يوحنا. فالوالي استغرب قوي وبعدين قال لهم هو منين سيمون ده؟ انت ايه اصلك؟ فتقال له ان هو اصله سرياني من المشرق. فالوالي قال لهم ما معناه يعني انتوا ما عندكوش حد من بلدكم ترشحوه رايحين تجيبوا واحد سرياني؟ فقالوا له احنا خلاص اتفقنا ان احنا عايزين سيمون ده. فالحقيقة كاتب السيرة نفسه كان مندهش ان ازاي بعد ما هم كانوا رايحين متفقين على بطرك بشكل معجزي حصل اختيار لشخص سيمون اللي اعتبره الملك في الوقت ده انه حد من اصل اجنبي، يعني ليه ما اخترتوش بطرك ابتي؟ ما انتوا جايين مرشحين بطرك ابتي. وابتدى يكتب النص قال فيه فقال هذا من اي موضع؟ من اي موضع بيسأل على سيمون اللي هو بلده ايه؟ فقيل له هو سرياني من اهل المشرق. فلما علم قال للأساقفة
ده الوالي اللي بيقول للأساقفة، قال لهم فما تقدروا أنتم تقيموا واحد من بلادكم، اللي هو يعني ما عندكوش حد أنتم ترشحوه، رح تجيب واحد سرياني. فأجابوه وقالوا إن الذي اخترناه قد أحضرناه إلى بين يديك، والأمر لله ثم لك. وبالتالي يمكن الطريقة الغريبة والمعجزية اللي تم اختيار بيها البابا سيمون هي اللي خلت التكات التاريخ البتاركا يؤكد على فكرة انه هو كان من اصل سرياني، ويحكي الحوار اللي حصل مع الملك عبد العزيز النمراوي. ثم انه بيحكي بعد كده انه كتب سينوديقة ليوليانوس بطرك انطاكيا تعجب منها وانفسها مع اساقفة، يذكر له فيها الاتحاد، وأن هذه الأمانة الواحدة والاتحاد الواحد من الكرسيين الإسكندرية وأنطاكيا، فلما وقف عليها وجدها مملوءة من حكمة الله والكتب الروحانية ففرح جدا وخطب في بيعته باسم الأنبا سيمون. ده بطرك أنطاكيا اللي ابتدى في الكنيسة أنطاكيا يذكر اسم بطرك الإسكندرية من كتر ما لقى الرسالة اللي جاية كلها رسالة مملوءة حكمة وفهم. طبعا البطريرك الأحب والأشهر إلى قلوب الأباط هو البابا إبراهام بن زرعة، البطريرك الـ 62. البابا إبراهام ارتبط اسمه بحدث حفظته الذاكرة الجمعية للأباط، وهي معجزة نقل جبل المقطم. وبالتالي فضل الأباط مش فاكرين من كل البطاركة السريان غير البابا إبراهام بن زرعة، وفي كل مرة بسأل فيها السؤال الناس كلها ما بتفتكرش غير البابا إبراهام بن زرعة. بابا إبراهام بن زرعة لأول وهلة في السيرة بتاعته في تاريخ البتاركة بيذكر على طول إن هو كان تاجر سرياني اسمه إبراهيم بن زرعة، وكان له صداقات على الأرامل والمساكين والمستورين والضعفاء، وكان شيخ لحيته نازلة على صدره مثل أبونا إبراهيم الأول. الحقيقة تاريخ البتاركة ما حدد لناش إطلاقا إمتى جه البابا إبراهام بن زرعة مصر، فبالتالي احنا ما نعرفش هل هو من اصول سريانيه، ولا هو كان تاجر بيتردد على مصر، ولا هو كان مقيم في مصر وبالتالي كان في تعاملات قويه، وده الارجح ان كان في تعاملات قويه بينه، لان الخليفه كان بيعرفه كويس والشعب والكهنه كانوا بيعرفوه كويس وعشان كده رشحوه. لكن ما عندناش معلومات اكيده من المصادر القبطيه امتى جه البابا إبراهام بن زرعة وكانت إلى أي مدى علاقته أو الشعب عرفه إزاي. البطرك اللي بعد كده هو البابا مرقس الثالث ابن زرعة برضو، البطرك 73، ونفس الفكرة بس البابا مرقس كان أكتر من كده شوية، إن إحنا فعلاً ما نعرفش هل هو كان عايش في مصر فترة طويلة وكانوا أجداده هم السريان، وهو ده الأرجح لأن ده اللي بيقوله تاريخ البتاركة، يعني هو من أصول سريانية لكن هو غالبا مات ولد في مصر وعاش في مصر فترة طويلة، لأن بيقول لنا تاريخ البتاركة كان هذا البطرك الجليل الفاضل الطاهر النبيل من نسل شريف يسمى قبل بطركيته أبو الفرج بن أبو أسعد يعرف بابن زرعة، فهو بيحمل اسم ابن زرعة من قبل ما يبقى بطريرك، ينسب بهذا الاسم إلى جده أبو جده. وقد وجدنا فيما تقدم الأباء البطاركة بطركا يسمى بابن زرعة، اللي هو مين؟ بيقصد أنه بطرك هنا؟ الأنبا إبراهام، بالضبط بيقصد الأنبا إبراهام. بيقول وكان الأب ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين كاتبه، اللي هو الأنبا إبراهام بن زرعة، فإنه يكون من نسله. كاتب السيرة استنتج ان هو من نسل الانبا إبراهام بن زرعة، يعني اكيد الانبا إبراهام اتجوزش وخلف، بس يعني مقصود بيها ان هو من نفس العيلة، يعني من نفس العيلة بتاعت الانبا إبراهام بن زرعة، لان هو بيحمل نفس اللقب اللي هو ابن زرعة. وبيحكي وبيقول ان هو تحدث مع ابن عم هذا البطرك وقال له اين مرباكم واصولكم، انتم منين؟ فقال له احنا من اهل الشام. فلما قال له احنا من اهل الشام تحقق انه من نسل ذلك البطرك لانه كان سريانيا من اهل الشام. طبعا ده الاستنتاج اللي وصل له كاتب السيره، مش بالضروره يكون ان هو فعلا من نفس العيله بتاعه الانبا إبراهام بن زرعه، لكن هو استنتج الاستنتاج ده زي ما قلنا لان هو بيحمل نفس اللقب بتاع ابن زرعه زي الانبا إبراهام. احنا معانا وقت قد ايه؟ ساعه وشويه.
الحقيقة أنا يعني أنا مش عايزة أطول، عايزة أسيبكم تتكلموا أكتر. أنا بس يعني زي ما قلت، أنا بدي بانوراما سريعة كده عن العلاقات السريانية. أنا هستأذنكم لما تروحوا، نفسكم تتفتح كده، هوريكم كده تاريخ البتاركة كتب إيه عن اتنين بتاركة بالذات. الحقيقة يعني أنا لما قريت سيرتهم في تاريخ البتاركة قعدت أدور من كتر حلاوة السيرة. طب إذا كان الأقباط كاتبين عنهم كده، أمال السريان كاتبين عنهم إيه؟ فأنا هقول لكم أساميهم، وهقول لكم مقتطف كده صغير تاريخ البتاركة قال عنهم إيه، ويا ريت ده يفتح نفسكم إنكم تروحوا وتدوروا عن سيرة الاتنين بتاركة اللي إحنا بنتكلم عنهم. أول واحد حد مشهور جدا واتعمل عنه فيلم، أكيد حضراتكم كلكم عارفينه، هو أمبساويروس الأنطاكي. أمبساويروس الأنطاكي تاريخ البتاركة لما بيتكلم عنه بيحطه في مكانة الحقيقة يعني أعلى من بتاركة أقباط كتير. هو بيذكر في المجمع قبل، على فكرة، قبل أسماء أقباط كتير. أمبساويروس بيذكر في المجمع قبل بتاركة أقباط. تاريخ البتاركة خدت جملة واحدة بس كده عشان انتوا بقى تتفتح نفسكم وتروحوا تدوروا عليه. بيقول عليه: البطرك ساويروس الفاضل اللابس النور، اللابس النور، صاحب كرسي أنطاكيا الذي صار قرن خلاص للبيعة الأرثوذكسية. بيتكلم عن أمبساويروس قد إيه عمل الأمبساويروس للأرثوذكسية، عشان كده الكنيسة القبطية زي ما بنقول في المجمع بتذكره قبل بتاركة أقباط، وبتديله أهمية أكتر من بتاركة أقباط بيذكروا في المجمع. الفيلم اللي اتعمل رائع، بس لما بنقرا النص، لما بنقرا النصوص وبنقرا اللي اتكتب عليه، حقيقي بنشوف الراجل ده وهو انطاقي وهو من اصل سرياني قد ايه فعلا دافع عن الايمان الارثوذكسي، وقد ايه الاقباط عندهم الشخص ده حد في مكانه عاليه وعظيمه جدا جدا. اما سلوس الانطاقي معظم الاقباط يعرفوه، لكن الشخص التاني ما اعتقدش ان في اقباط كتير يعرفوه، بينما هو برضو لما بنلاقي تاريخ البتاركة بيتكلم عنه بنلاقيه بيفرد له صفحات كاملة، يمكن اكتر من الوصف اللي اتكلم عليه، اكتر من الوصف اللي اتكلمه عن البطرك القبطي في الوقت ده. الشخص التاني هو انبا يوحنا بن عبدون. حد سمع عنه؟ انبا يوحنا بن عبدون بطرك سرياني، حكى تاريخ البتاركة قصته واتكلم عن ازاي هو جاهد جهاد عظيم في الوقت ده من اجل كنيسته، وازاي تم اضطهاده وتم نفيه وتم عذابه، وحكى معجزات كتيرة هو حكاها. ويمكن لما اتكلم عنه حطه، بنلاقي ان كاتب السيرة بيتكلم عن شخص بيحطه في مكانة إن لم تكن تساوي مكانة البطرك القبطي، لكن بنلاقي في تحليل النص بتاعه أنه هو بيقدره وبيحطه في مكانة أعلى كمان من البطرك القبطي. بيبتدي الكلام عنه بيقول: ثم هاج على كنيسة السريان الموافقين لنا في الأمانة المستقيمة. أنا عايزة برضو حضراتكم ترك، أنا جايبة لكم النصوص زي ما هي بالظبط عشان تركزوا في المكتوب. فكل مرة بيتكلم عن السريان بيذكر حاجتين، يا إما يقول إخواتنا السريان، يا إما يقول الموافقين لنا في الأمانة المستقيمة. في المشرق بل عظيم، حتى إن بتركهم نفي من كرسيه ومات في النفي، وذلك أنه كان على كرسي أنطاكيا السريان ليعاقب إخوتنا أبا قديس يسمى يوحنا بن عبدون، حتى أنه ضاها الآباء القديسون الأولين. هو لما بيتكلم عن يوحنا بن عبدون بيحطه في مكانة آباء الكنيسة الأولين، من كتر ما فعلا الحكمة والروحانية والقداسة اللي كان المؤرخ القبطي شايف إن الراجل ده بيمتلكها، ومن كتر حفاظه على الأرثوذكسية وعلى الأمانة الأرثوذكسية. أنا مش هقول لكم قصته لأنها حلوة قوي، لكن أتمنى تكون نفسكم اتفتحت وتروحوا أنتوا تدوروا عليه. هتستمتعوا جدا بالسيرة بتاعته، سيرة رائعة حقيقي. بتركة حافظوا على الأمانة الأرثوذكسية واهتموا بيها جدا. في كلام كتير قوي ممكن نقول الحقيقة عن علاقات بين الكنيسة القبطية والأرثوذكسية، بس أنا يعني أفضل إن إحنا نتناقش في أكتر من إشكالية،
لان زي ما قلت انا ما بحبش اقعد اتكلم مع نفسي كده. اول سؤال هساله ونتناقش فيه سوا، يعني انا بطرحه المناقشه ما عنديش اجابته، احنا هنتناقش فيه مع بعض. اول سؤال، ليه السده المرقوسيه اعتلاها بطرقه سريان مثلا؟ هسال السؤال بشكل تاني، طب ما هما مثلا الكنيسه الارمنيه والكنيسه الحبشيه كنيستين مفقودتين لنا في الايمان، الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، ليه ما شفناش على مدار تاريخ بطرقه كنيسه الاسكندريه بطريرك مثلا من اصل ارمني، لقينا بطرقه سريان واكتر من بطرق؟ طب والغريب ان احنا لما بنقرا سيارهم في تاريخ البطرقه او في مصادر قبطيه تاني بنلاقي الشعب القبطي تقبل هذا الموضوع بشكل عادي جدا، ما حصلش حتى ولو مجرد نقاش، ده حتى الملك لما قال لهم انتم ما عندكوش حد من بلدكم تجيبوه ردوا عليه وقالوا له لا هو ده اللي احنا عايزينه. فالشعب القبطي تقبل هذا الامر بأريحية جدا وما فكرش في وقت من الاوقات طب ما يعني وسط كل الاقباط دول مش عايزين واحد قبطي تجيبوه، يعني ما حصلش، ما شفناش اي ردود فعل من هذا النوع. ممكن يكونوا متغلقين على نفسهم. لا بالعكس، ده الاختيار الارم ما احنا ده اللي هنتناقش فيه. عدي يعني انا نفسي ان احنا نتناقش، هنقول انا ما عنديش اجابه بس هي هنتناقش في الموضوع ده، لان مهم ان الناس برضو تدرك، لان ده بيفتح اشكاليات تانية كتيره قوي، اللي هو كانت ايه علاقه الاقباط بالسريان، كانت ايه علاقه الاقباط بالجاليات القبطيه الثانيه، هل فعلا الى اي مدى كانوا مدركين ان دول كانوا موافقين ليهم في الامانه الارثوذكسيه؟ والسؤال الاخير اللي انا هساله الحقيقه، هل النهارده الاقباط مدركين هذه الامور ولا حصل تقهقر في الفكر القبطي والثقافه القبطيه، وان الاقباط ما بقوش مدركين ان الكنيسه السريانيه كنيسه شقيقه في الايمان، وان احنا كان عندنا بطرقه سريان وكان في رسائل متبادله وكان في ايمان مستقيم وكان كل ما بنتكلم عنهم بنقول عليهم اخوتنا؟ نقطه بس اخيره قبل ما هنتناقش، احب الفت النظر ليها. مع كل المحبه اللي كانت بين الكنيسه السريانيه كنيسه انطاكيا، كرسي انطاكيا وكرسي الاسكندريه، وان جيبة تركة ورسائل سينوديكة متبادلة وحاجات كتيرة قوي، انا عندي 100 سلايدز بس مش عايزة ازهقكم، يعني افضل ان احنا نتناقش اكتر عن العلاقات دي. مع كل ده قدرت كل كنيسة انها تحتفظ بهويتها، يعني احتفظت الكنيستين بالايمان المستقيم، ايمان واحد وفكر واحد، لكن كل كنيسة قدرت انها تحتفظ بهويتها. فبنلاقي في عناصر تشكيل الهوية الكنيسة القبطية ما دابتش في الكنيسة السريانية، ولا الكنيسة السريانية دابت في الكنيسة القبطية، كل كنيسة ليها هويتها رغم وحدة الإيمان ورغم المحبة الكبيرة اللي كانت بتجمعهم مع بعض. طبعا وجود سريان كتير، طبعا دير السريان حضراتكم كلكم عارفين، وجود جالية سريانية كتيرة في مصر وكل الكلام ده نقل زي ما قلنا جزء مهم جدا من تراث الأقباط موجود في التراث السرياني، وبالتالي مهم ان احنا نقدر كمان نطلع على التراث بتاع الأقباط اللي موجود في التراث السرياني بشكل او باخر. وياريت يعني نفسنا ناس تشتغل فعلا في الحتة دي وتبتدي تنشر كل ما يخص تراث الأقباط اللي موجود عند السريان، لأنه جزء مهم جدا وجزء كبير منه فقد عند الأقباط، مش موجود غير في التراث السريان. طب يعني أنا كده أنا هكتفي بده واسمع حضراتكم في الإشكاليات اللي سألناها. يعني أول سؤال سألته فاكرين كان مين؟ ممكن أدي الميكروفون؟ أنا بس خايفة. أوكي، ممكن رقم واحد ويجيك الحساب دلوقتي، يعني قرب مصر وسوريا كان كله متقارب مع بعض وسهل الحرب، فكانت ممكن تكون الحرب التجارية ما بين الناديين سهلة جدا، مع اللغة غير اللغة الأرمنية غير اللغات التانية متقاربة مع بعض في الوقت ده،
كان ممكن يستريحوا برضو في الأديرة عندنا. فدي اللي قربت برضو اللي المفاهيم وقربت انهم كانوا عيلة واحدة. دي يعني دي نقطة ممكن تكون عامة مع التجارة اللي كانت موجودة وقتها ما بين مصر وسوريا اللي رايحين جايين وكان ده كله، فما حسوش انه في غرابة، يعني مش كانهم عيلة واحدة وبيقعدوا مع المصريين، ممكن يكون مصريين بيقعدوا هناك بتجربة سوريا وكان ده كله، فالحاجة كانت ايه ماشية واحدة. لكن هيك إيه قربت المفاهيم وما حسوش ان في فرق ما بين الكيفيتين. مع المفاهيم طبعا الإيمانية كان ما فيش أي اختلاف. انا بس عايزه الفت النظر لحاجه، ان مثلا بتلاقي مثلا بالذات في فتره المستنصر في العصر الفاطمي مع وجود بدر الجمالي امير الجيوش، ان هو كان من اصل ارمني، ان كان في جاليه ارمنيه مهمه جدا جدا في مصر في الوقت ده. فبالتالي احنا عندنا اوقات كان فعلا فيها جاليات متفقه معانا في الايمان مهمه جدا موجوده في مصر، ومؤكد انها كانت بتتكلم العربيه، بس ممكن يكون العدد قليل غير العدد السوريين. ممكن يكون نوع من التعالي على المجتمعات الغربيه ان هم بيحبوا يكونوا لوحدهم، لان مثلا الالمان كان يمتازوا بعض الاحيان ان هم كانوا مترجمين في الوقت اللي كان فيه لخبطه معلوماتهم، يعني ممكن يكون الألمان في وقت من الأوقات كانوا قريبين من السلطة الحاكمة، ف يعني ما يبقاش في يعني هارموني بينهم وبين الشعب العادي. فكرة التعالي إن هو بيبقى بيعرف أحسن منك وبعرف لغة أكتر منك وما تكلمش معاك كتير، ما بتبقاش حلوة زي السرياني. السرياني ممكن بسيط لأنه عنده فكرة التجارة وفكرة ان تغلغل وسط المجتمعات مش يتعلم في المجتمعات. انا بس بمناسبة موضوع الترجمة احب الفت النظر ان اعظم من عمل في الترجمة الى اللغة العربية هم السريان. ان كان ان كنا بن يعني ان صح اللفظ وقلنا الحضارة العربية قائمة على الترجمة اللي عملها السريان في العصر العباسي. السريان قاموا بعملية ترجمة لكل المصادر اليونانية إلى اللغة العربية الحقيقة لا ينافسهم فيها حد، يعني هم نقلوا كل ما هو يوناني إلى اللغة العربية، وده الأساس اللي ابتدت تقوم عليه الحضارة العربية بعد كده إن صح اللفظ. ومحدش يقدر ينكر، محدش يقدر ينكر فضل السريان المسيحيين في عملية الترجمة اللي حصلت. وطبعا في أسماء كتيرة قوي مشهورة، لكن عمل الترجمة الأساسي كان عمل قام به السريان في العصر العباسي. أعتقد أن وحدة مصدر داس من قدس وحدة مصدر ما بين أباطو السريان في الصلاة وفي القداس اللي هم جابوه بينا هنا، ده أدى إلى وحدة الفكر الأرثوذكسي لفترة معينة لحد ما حصل موضوع صوم العراق اللي حبت الكنيسة المرقسية يكون لها خصوصية في الصلاة والقداس. ده اللي عمل على البداية عمل على وحدة العلاقة ما بين السريان والآباط، واللي انتهت بالنهاية بصوم هرقل. معرفش إذا كان حضرتك عندك يعني عن فكرة صوم هرقل اللي بدأ يفصل الكنيستين عن بعض مع وحدة الهوية ووحدة الصلاة والقداس اللي جابوه الاثنين من القدس إلى القاهرة أو إلى مصر. يعني احنا في مصر حاليا بتوع سوريا كلهم موجودين في مصر وتعيشين مع مصر وما فيش بلاد تانية، منين احنا بنستضيفهم ونستضيفنا؟ بس احنا بنتكلم عن علاقات بلدية من القرن الأول، يعني في طبيعة المصريين والأديرة طبعا كانت حلوة بالنسبة لهم، بيستضيفوهم
يعني ما تنظرهمش اي حاجه. وانا ممكن ابص على نظره اخرى، نظره القرن العكسيه، الكنيسه اليونانيه اللي هي الخلقدونيه، كان طبعا الصدام شديد جدا بين الكنيسه السريانيه والكنيسه الروميه، وممكن يكون الصدام اقوى بكتير من اللي كان حصل بين الكنيسه القبطيه والكنيسه اليونانيه، على اساس انه قريبين من بعض قوي، والكلام في العقيده جامد جدا، بدليل ان سويرس هرب وجاء على مصر. فممكن يكون عدم التوافق بين الجيران اللي بينهم وبعض على نفس الحدود، اليونانيين البيزنطة والسريان، يخليهم دايما يهربوا على المصريين، انه يعني يقدروا يتحملوا الافكار بتاعتهم، بينما التانيين على طول في مواجهات فلسفية كتير. جايز استاذنكم معلش اسئله بعد المحاضره. لا هو انا بس الحقيقه كنت عايزه، يعني كنت حابه ان انا اسمعهم، هي مش اسئله، احنا لسه فتحناش فكره الاسئله، بس انا كنت حابه ان يبقى نقاش، ما بقاش انا اللي بتكلم. انا بس يعني عايزه اقول حاجه، انا زي ما قلت الاسئله اللي انا طرحتها احنا يعني اشتغلنا كتير عليها وما عندناش فعلا لسه اجابه عنها، يعني هي اشكاليات بتطرح ولسه بندور على اجابات عنها، وكل الكل اللي يهمني ان الناس نفسها تبتدي تفكر، يعني مش الهدف ان الناس تيجي تسمع كلمتين من واحد قاعد وتسمعهم وقبل ما تروح تكون نسيتهم، لكن هم فعلا نفسهم يبتدوا يفكروا. وزي ما قلت الاهم كمان ان احنا نتنبه ليه، ان مع قرب العلاقات دي الهويه ما دابتش وفضلت العلاقات قويه. وللاسف مره تاني، وده فعلا السؤال الاهم، هل الاقباط النهارده بنفس الوعي اللي كان فيه لاقباط من كذا قرن؟ يعني لو قلنا في ناس بتجاوب، لو قلنا النهارده مثلا قلنا في حد زي الأنبا أبرام بن زرعة ممكن ينتخب باتريارك، ايه هيكون رد فعل الاقباط؟ هل هم على الوعي والثقافه الكافيه اللي تخليهم يدركوا ان احنا ايمان واحد؟ انا عايزه اقول حاجه، انا فوجئت ان مثلا الاقباط ما يعرفوش ان هم ممكن يتجوزوا من الكنيسه السريانيه من غير اعاده معموديه، من غير اي حاجه، لان هي كنيسه شقيقه في الايمان، بينما السريان عندهم هذه الثقافه وهذا الوعي الكافي، يعني هم السريان اكثر وعيا في الحاجات دي مننا، هم عارفين ده كويس اكتر من الاقباط. فانا بس يعني هدي كونكلوجن كده سريع، اتمنى ان النهارده حتى لو قلنا كلمتين بوسط، لان زي ما قلت انا ما حبيتش ادخل في تفاصيل قوي، لكن حبيت ادي فكره سريعه كده عن العلاقه، تفتح نفسكم ان انتوا تروحوا تقروا اكتر عن العلاقات دي، عن الشخصيات اللي اتكلمنا عليها النهارده، وتبتدوا فعلا تفكروا في فكره ان ازاي السده المرقوسيه قعد عليها بطاركة سريان من غير ما ده يسبب اي نوع من انواع الضيق او الحرج او حتى التساؤل للاقباط، ليه يجي بطرك سرياني في الكنيسه القبطيه.